منصور استاذنك في مداخله معانا ايضا لفائزه ناخذها معانا العنوده للشيخ، وهي الفائزه بالمركز الثاني في مسار الافلام القصيره في جائزه وعي. حياك الله يا العنود. الله يحييك. مباشره ابدا معك عن الفكره اللي انطلقت من خلالها مشاركتكم عبر جائزه وعي، متى كانت وايش كانت الفكره؟ مشاركتي كانت في مسار الفيلم القصير، هو ما احب عمله من تصوير الفيديو، وفكره الفيديو عن بنت مصابه بحساسيه البيض ووالدتها ما كانت تعلم ابدا عن هذه الحساسيه، وكانت تبدي استغرابها في حين تعب ابنتها بعد اكل وجبه الفطور، وبعد اخذ البنت للدكتور تم اكتشاف انها تعاني من حساسيه البيض، وتم استبدال وجبه فطورها بفطور اخر. كنت اود نشر فكره الحساسيه، فالاطفال قد يعانون من حساسيه في بعض الاطعمه رغم انها من الاصناف المفيده، وهنا كانت فكرة المشاركة. جميل. متى بديتوا تحضرون لها، وهل كنتوا على شكل فريق أو لوحدك؟ تحضير المشاركة أخذ مني قرابة الشهر من العمل على الفكرة والتصوير والمونتاج، وأذكر أنني لم أبدأ بجدية إلا قبل إغلاق الرابط بشهر، مما شكل تحدي كبير بالنسبة لي، لكن بفضل الله تمكنت من إنجاز العمل وتقديمه في الوقت المحدد. ما شاء الله. طبعا كنا فريق مكون من عائلتي الجميلة. يا سلام. وجميل أنه فعلا العائلة تسند المتسابق أو تسند المشارك من أجل فعلا أن يحققوا مجد لحالهم أو مجد متكامل جماعي، وهذا شيء إيجابي صراحة. طيب خلينا أروح لمشاعرك وأنت موجودة في الإعلان، وقت الإعلان كيف كان مشاعرك ومن كان معك وفرح معك؟ طموحي وحماسي للمشاركة جعلني أشعر بالفرح قبل إعلان الفوز، ولأن المشاركة بحد ذاتها فوز ونشر الوعي وفيها يتحقق هدف المشاركة، لكن بالطبع مشاعر الفوز لا توصف، وفرحة الأهل والأصحاب وكل من يتمنى الخير لعنود عبد الرحمن آل الشيخ. متى توقعتي أنك بتفوزي يا العنود؟ الصراحة ما كنت متوقع أني أفوز، كنت ماخذة المسابقة كتجربة جديدة. ما شاء الله. الحمد لله فزنا. ما شاء الله. إن شاء الله هذه تكون أيضا دافع لأنك تشاركين في مثل هذه المسابقات في النسخة السابعة، في الثامنة، أو حتى في مسابقات أخرى بإذن الله. كلمة شكر في نهاية المداخلة لمن توجهينها؟ بداية أود أن أشكر قناة المجد على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذا البرنامج. اللهم لك الحمد، سعيدة جدا بفوزي بجائزة وعي في الموسم السادس. أتوجه بالشكر أولا لله، ثم لعائلتي التي كانت داعمية الأول، كما أود أن أشكر وزارة الصحة والضمان الصحي على مبادراتهم المميزة وجهودهم المستمرة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع والوطن العربي. الفيلم الذي قدمته يجسد قصة حقيقية، وأتمنى أن تكون الرسالة التي يحملها قد وصلت إلى الجميع، وأن نكون قد حققنا الهدف الذي سعينا إليه من خلال هذا العمل. أخيرا العنود، قبل ما أختم معك، هل هذا الفيلم وهذا التصوير هو الأول لك، ولا كان لك أعمال ثانية وكان هذا مثل الاحتراف لك في الأخير؟ في الحقيقة أنا مصورة ومخرجة كليبات تغريد والقناة باليوتيوب. ما شاء الله. ما شاء الله. هذه أول تجربة لي لتصوير الأفلام. ما شاء الله. كل التوفيق لك العنود، وبحول الله تعالى تحققين ما تتمنين وفوق ما تتمنين بإذن الله تعالى. كل التوفيق لك.